لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما شاء الله تبارك الله. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد ولك الشكر. لقطات مباشرة من قرية الشجنة في مركز الخلاوي بمحافظة بيش، 11 من شهر يناير. ما شاء الله تبارك الله، هذا وادي سر عقب الأمطار الغزيرة التي هطلت في مركز الخلاوي بمحافظة بيش اليوم 11 من شهر يناير 2021. اللهم لك الحمد ولك الشكر. كما تشاهدون الآن جريان الشعاب بقرية الشجنة بمركز الخلاوي بمحافظة بيش 11 من شهر يناير 2021.